مشاهير تزوجوا في زمن كورونا دون حفلات زفاف باذخة. شاهدوا الصور. يبدو أن فيروس كورونا أفاد بعض الفنانين والنجوم الذين فضلوا استغلال هذه الفترة للابتعاد عن الأضواء والاحتفال بزواجهم بشكل سري وبحضور عائلاتهم فقط. إليكم عددا من النجوم الذين تزوجوا في زمن كورونا من دون حفلات باذخة وخيالية. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة. تزوج رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من الممثلة ياسمين صبري بعد أسابيع من أعلان خطوبتهما، وكان من المقرر أن يجري حفل الزفاف خلال فصل الصيف ليحضره عدد كبير من الضيوف والمقربين، لكن الثنائي فضل الاحتفال بشكل ضيق وبحضور الأهل فقط بسبب الإجراءات التي تتخذها بعض الدول وأهمها فرض التباعد الاجتماعي. فارس كرم ومعلمة المدرسة. تزوج الفنان اللبناني فارس كرم في مسقط رأسه جزين، وحضر الحفل فقط المقربون من العروس، وجرت مراسم الزفاف في كنيسة سان جوزيف، والعروس هي هبة عزيز من بلدة جزين أيضا وتعمل مدرسة. فوز الفهد والملياردير الكويتي. دخلت خبيرة التجميل والفاشينيستا الكويتية فوز الفهد القفص الذهبي، وفاجأت جمهورها بصور وفيديوهات من حفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل والأقارب بسبب الوضع الذي تعيشه معظم البلاد والتزام الناس منازلهم، وأدهشت المتابعين بشبكة الزواج التي تخطى ثمنها $1,000,000، ووصل سعر مجوهرات زفافها إلى أكثر من 10 ملايين دولار، ومن بينهم خاتم الزفاف المرصع بحجر ألماس كبير وقدر سعره بأكثر من $100,000. شقيقة محمد رمضان. احتفل النجم محمد رمضان بزفاف شقيقته إيمان رمضان على حسام حامد في حفل أقيم في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، واقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربين، وكان على رأسهم شقيقه محمود رمضان والمهندس عبد الحميد والد العريس. لكن السلطات المصرية تحركت في اليوم التالي وقبضت على العريس لأنه خالف القانون لجهة منع إقامة حفلات زفاف.